بالنسبة للسؤال الأول، ما وضعية ثقافة لغتك أو ثقافتك في مدينة فيتوريا؟ نقول وضعية اللغة العربية في مدينة فيتوريا تقريبا شبه منعدمة، لأننا نحن في حاجة إلى أكاديميين لتعليم هذه اللغة وتقديمها. بالنسبة للسؤال الثاني، ما كم عدد المتكلمين الذين يستعملونها؟ الذين يستعملون هذا هو عدد لا بأس به، لا يستهان به، يتكلمون هذه اللغة، منهم مغاربة وجزائريين وبعض الأفارقة. بالنسبة للسؤال الثاني، هل ترى من الضروري تمرير اللغة والثقافة إلى الأبناء؟ نعم، من الضروري تعليم هذه اللغة إلى أبنائنا للحفاظ على هويتنا وللتجاوب مع العائلة. وماذا يجب الحفاظ عليها؟ من الواجب توحيد الجهود، توحيد الجهود للحفاظ على هويتنا، والمطالبة، مطالبة الدولة الباسكية بتقديم مدارس محلية لتعليم اللغة. أما بالنسبة للسؤال الثالث، هل تعلم اللغة الباسكية مهمة؟ نعم، أقول إن من الضروري تعليم هذه اللغة، لأننا نعيش في هذا البلد، وعلينا معرفة تقاليدهم والتجاوب والتعايش معهم. شكرا، السلام عليكم.